والله الامتحان كان جميل وبنحاول نعوض يعني عن الكيمياء والفيزياء والجو. ليه بينا والامومية انت بقى الامتحانات كلها ما كانتش كده؟ لأهالي أولياء الأمور كانت سهلة لأولياء الأمور والطلاب. الطلاب النهارده خارجة متقدمة، الطلاب النهارده خارجين كلهم كويسين. وليه بقى الأيام اللي مشيت والعربي والذل اللي احنا فيه حرام عليه والله العظيم. انت بقى جميل جدا دي بالتوفيق. الامتحان كان عامل ايه؟ حلو قوي وجميل وده اكتر حاجة. الامتحان كان عامل ايه؟ الامتحان كان عامل ايه؟ الامتحان كان جميل جدا. كان عامل ايه؟ كان حلو وسهل. الامتحان كان عامل ايه؟ الامتحان كان عامل ايه؟ الامتحان هو سهل شويه بس القطعه الثانيه رخمه ومحتاجه تركيز كتير قوي يعني. القطعه الاولى برده مش مباشره بس الباقي مباشر شويه. حلو مقبول عن باقي. بس المستوى العام سهل؟ بس مش قوي مقبول. هو مقبول عن باقي الامتحانات. الامتحان كان عامل ايه بنات؟ الامتحان كان عامل ايه؟ لا هو بصراحه كان كويس يعني. هو بصي هو سهل بس يعني احنا مش متاكدين من كام حاجه كده بس هو سهل. بس المستوى العام سهل؟ والقطع بتتقري الصراحه مش زي الالماني. ده كان الالماني ده من ورا ده. الامتحان كان عامل ايه؟ كان جميل جدا. كان سهل؟ واسئله كانت جايه مباشره حلوه جدا. الامتحان كان عامل ايه؟ لا لطيف الى حد كبير الحمد لله. والوقت كان كويس. يا ريت كان زمان وقت ده على الفيزياء. الحمد لله الامتحان كان كويس. الامتحان كان عامل ايه؟ سهل؟ جالكوا كام سؤال؟ 40. والله هزعل منك لو كان صعب بيكون سهل. الامتحان كان عامل ايه؟ جميل. الامتحان كان حلو. كان حلو الحمد لله. الامتحان كان عامل ايه؟ كان حلو. الامتحان كان عامل ايه؟ لا كان حلو. كان حلو احسن من اللي فات كله يعني. الامتحان كان احسن من الفيزياء والكيمياء والحاجات دي. قولي لي الامتحان كان عامل ايه؟ هو كان القطع بس اللي كان فيها حاجات لفه بس هو كان اسهل من اللي فات كله. احسن من اللي فات كله. كان كويس ان شاء الله. ايه وبري جالك كام سؤال؟ هو يعني ايه سهل ممتنع. هو جاي لنا حوالي 40 سؤال بس وخلصنا يعني. الوقت الحمد لله كان يكفي وزياده يعني. يعني كان في جي ساعه حلوه زياده وان شاء الله خير يعني. ربنا يعزنا خير. صعبه ولا كله متوسط؟ لا هو بصي سهل ممتنع يعني. هو سهل في المجمل سهل بس انا مش عارفه انا حله صح ولا غلط. بالتوفيق. شكرا. عامل ايه بنات؟ عامل ايه؟
قلنا الامتحان كان عامل ايه؟ يعني ايه كان بالنسبه لك ولا ايه؟ عامل ايه؟ 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 الامتحان كان عامل ايه؟ الامتحان كان عامل ايه؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ قول الامتحان كان عامل ايه؟ النوبة دي كانت قاعدة حزف عليها لما قالوا بس مين؟ تميلة ليه؟ لما قلت لهم انت كويس كان في قطعة صعبة بس الحمد لله اتحلت يعني بس هو في المستوى المتوسط الحمد لله. القطعة بس اللي كانت صعبة؟ لا هو كان جاي قطعتين قطعة بعض الكلمات ما كانتش واردة عليا قبل كده او على الكل يعني بس الحمد لله يعني اتحلت هو في مستوى متوسط يعني مش في الرينج العالي تمام.